أصدقائي الأعزاء، مساء الخير، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. غادي نديرو فيه واحد ليمبانادا أو واحد الفطيرة معمرة بالكفتة والخضر. نتمنى أنها تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي في الكومنتير الرأي ديالكم فيها. فيلا نبداو على بركة الله بالمقادير. فكما كتشوفوا هنايا عندي فهاد الطبسيل هذا صغير، عندي فيه شوية ديال التومة مقطعة مع شوية ديال المعدنوس، عندي فلفلة خضراء مقطعة، عندي 250 غرام ديال الكفتة، عندي هنايا العطرية كما كتشوفوا، البزار، الملح، الكمون، الخرقوم، سكنجبير، شوية ديال البابريكا أو التحميرة، عندي فلفلة حمراء مقطعة حتى هي، عندي هذا شوية ديال القرعة مقطعة حتى هي. وفي المقلاة هنايا كما كتشوفوا راني دايرها، درت فيها جوج معالق ديال الزيت، ودرت فيها هذاك واحد البصلة يعني متوسطة مقطعة، غادي نزيد عليها الفلفلة كما كتشوفوا. فنبداو على بركة الله، غادي نديرو كما درنا البصلة غادي نديرو حتى الفلفلة، غادي نزيدو عليها حتى الفلفلة حمراء حتى هي، غادي نديروها فوق الخليط ديالنا، وغادي نخلطو كلشي مزيان يعني حتى يبدا يتبان لينا يعني الخضر ديالنا. غادي نزيدو فوق منهم حتى القرعة حتى هي غادي نزيدوها باش يطيب لينا كلشي مرة. فكما قلت لكم دابا غادي نزيدو القرعة حتى هي فوق الخضر ديالنا كما كتشوفوا هكا مقطعة يعني مربعات صغيرة. غادي هاديك نحرك مزيان الخضر ديالي وغادي نخليها حتى تدبل، عاد هاداك نرجع معاكم. فكما كتشوفوا اصدقائي بعد ما يعني دبلت لي الخضره شويه درت عليها الكفته كما كتشوفوا، غادي نحاول حتى هي يعني نخلطها مع الخضره تجانس ليا مع الخضره حتى هي، غادي نزيد عليها المعدنوس والثومه والعطريه حتى هي، غنكب عليها العطريه كلها اللي عندي في الطبسيل. فغادي نكب كل شيء ونخلطها مزيان. فمن بعد ما كبينا العطريه كلها وخلطنا يعني شويه غادي نخلطو، رجعنا زدنا شويه ديال الزعفران، انا قلت نسيتو ما وريتولكمش، فزدت شويه ديال الزعفران باش يعطيني شويه ديال اللون، وغادي نخلط كل شيء مزيان ومن بعد نرجع معكم. هنا كما كتشوفوا بعد ما خلطنا كل شيء غادي نضيف عليهم شويه ديال طماطيشات الحك كما كتعرفوا، ولا طوماطي فريتو كما كنسميوه حنايا طوماطي فريتو هنايا. فغادي نخلط كل شيء مزيان، وغادي نخلي الحشوه ديالي فوق العافيه مهيله حتى تشرب ليا كاع الماء اللي فيها، ما يبقاش فيها حس الماء بصفه نهائيه، يعني بغيتها تنشف باش ما تفزق لياش العجين ديالي. فخليكم معايا وغادي تشوفوا يعني التتمة.
الحشوه نشفات مره يعني ما بقاش فيها الماء كما كيبان لكم، فغادي نكبها في واحد الطبسيل وغادي نخليها تبرد على جنب. من بعد ما تبرد ليا ان شاء الله غادي نرجع معكم باش نعمر بها العجين ديالي. ودابا اصدقائي كما كتشوفوا هذا هو العجين ديالي، طلقته في واحد الصينيه عندي مدوره. انا العجين خديته مربع، كنت باغيه نديرو في واحد الصينيه عندي هذاك مربعه، ولكن جاوني الجناب خارجين بزاف وشفت راسي غادي نضيع منه بزاف ديال العجين، فقلت لا ما غاديش نضيعه، غادي هذاك نديرو في هاد الصينيه هذه مدوره، وهذيك الجنيبات غادي نقطعهم بالمقص كما كتشوفوا، وغادي نزوق بهم العجين ديالي من الفوق. من بعد ما ندير عليه الجزء الثاني ديال العجين نغطي به الحشوه، ومن بعد غادي نزوق به من الفوق. فخليكم معايا غادي تشوفوا كيفاش غادي نعمر الخبزه ديالي، وغادي نزوقها كيفاش غادي نزوقها باش تشوفوا التتمه. كما قلت لكم اصدقائي انا هاد الطريفات هادو ما غاديش نلحهم، غادي نزوق بهم العجين ديالي من الفوق يعني من بعد ما غادي نعمرو. فنبداو على بركه الله نديرو الحشوه ديالنا، نعمرو هذاك العجين ديالنا ونرجع معكم ان شاء الله. فمن بعد ما كبيت الحشوه ديالي كامله اصدقائي كما كتشوفوا يعني درتها كلها، غادي نحاول نبسطها مزيان يعني نفرقها مزيان على العجين ديالي، وغادي نخلي شويه ديال اتساع فين هذاك نسد العجين حتى من الجناب. فكما كتشوفوا غادي نحاول نبسطها مزيان بهذه الطريقه هذه يعني باش تجي متساويه، ما تجيش يعني جهه طالعه وجهه عامره، جهه طالعه وجهه خاويه يعني. فلهذا غادي نحاول نبسطها مزيان. فكما كتشوفوا هذا هو العجين اللي استعملت انايا، يعني هذا الغشاء هذا انا احتاج بتو، وهذاك الاخر عاد تفكرت انني نوريه لكم راني كنت نسيته كاع. فالعجين انا راني ما مصيباش، انا راه غير شريته، فلهذا كنشري هذه كيكون فيها جوج، وحده في هذه وحده، وحده كتكون لاصقه فيها من الجهه الاخرى، فهي هذه كما كتشوفوا. غادي نقطع ليها الجناب ديالها حتى هي بالمقص، غادي نحاول نقطع ليها الجنيبات ديالها، وغادي نديرها فوق العجين كما كتشوفوا. كما هزيتها حطيتها فوق العجين، غادي نبدا دابا نطوي فيها من الجناب، غادي نسدها مزيان بهذاك نطوي، كنطوي وكنتكي بصبعي باش كتبقى يعني مسدوده ما كتحلش. فغادي نسدها مزيان ونرجع معكم.
كما كتشوفوا اصدقائي بعد ما يعني كملت الخبزه ديالي بالسدان، يعني باقي لي غير واحد الطريف كما كتشوفوا راني كملتها، راني كملته. فغادي عندي واحد البيضه غادي نطربها مزيان، نضربها مزيان باش تسلق، وغادي ندهن بها الخبزه ديالي من الفوق. فغادي ندهنها بالصفر ديال البيض، يعني بالبيضه، بيضه كامله، ما غندير معها حتى شي حاجه، غادي ندير غير بيضه، غنضربها مزيان، وغادي نديرها فوق هذاك العجين ديالي، غندهن بها العجين ديالي من الفوق. ومن بعد ملي غادي ندهنو كما قلت لكم، غادي هذاك نلصقلو داك الطريفات اللي وريتكم، غادي نزوق به من الفوق. فخليكم معايا وغادي تشوفوا يعني كيفاش غادي نصاوبو. كما كتشوفوا اصدقائي بعد ما دهنت كما كتشوفوا باقي لي غير هاد الشويه هادي من اللي مجيت للكاميرا هي اللي مازال، غادي نزيد ندهنها مزيان، وغادي نبدا على بركه الله نلصق لي هذاك الجنيبات اللي كنت قطعت من الاول، اللي قطعتهم قلت لكم راه ما غاديش نرميهم، ما غادي نستعملهم ضروري باش نزوق بهم هذاك الخبزه ديالي، غيعطيوها واحد المنظر زوين. فبصراحه كيعطيوها واحد المنظر زوين بزاف. فمن بعد ما غادي نلصقهم كاملين، يعني هما 8 ديال الطريفات، فغادي ندير 4 في الجناب و4 في الوسط. فمن بعد ما غادي نلصقهم غادي ندير ليها واحد ثقبه في الوسط باش تنفس ليا الخبزه، باش ملي تكون كطيب كتنفس، ما كتطرطقش ليا، ما تقسمش ليا في وسط الفران. ف خليكم معايا غادي تشوفوا التتمه ديال يعني ديال التزيين ديال الخبزه ديالي. كما كتشوفوا اصدقائي دابا راني ساليت بالتزيان ديال الخبزه ديالي، وداك درت ليها حتى يعني في الوسط كما قلت لكم داك طريفات. فغادي ندهنهم بالبيض حتى هما، يعني غادي ندهنهم حتى هما بالبيض، وغادي نعاود نزيد نتقبها بالشوكه، غنتقبها بواحد الفرشيط من الجناب، غادي ندير ليها واحد التقيبات بالفرشيط باش تنفس الخبزه ديالي، باش ملي تكون في الفران يعني ما تكونش مزموته وتطرطق ليا في وسط الفران، يعني تخسر ليا بصفه نهائيه. فلهذا كما غادي تشوفوا بالفرشيطه ديالي غادي نتقبها على هاد الشكل هذا، كندير ثلاثه في هاد الجنيبات هادو كما شفتوا هاد الشكل هكذايا، كندير ثلاثه ثلاثه، وفي ما بين هادوك الوسطانيين غادي ندير وحده وحده بهذا الشكل. دابا غادي نجي لهنا غادي ندير وحده 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 والاخرى. فلهذا دابا غادي صافي غادي ندخل الخبزه للفران ديالي، ومن بعد غادي تخرج غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. فنتمنى ان تكون عجبتكم
نسيت واحد الحاجه ما قلتهاش لكم، هي انني غادي نتكي على الجناب ديال الخبزه ديالي بالفرشيط كامله باش تسد ليا مزيان وما تحلش ليا من الجناب حتى هي. من بعد ما درت ليها كاع كلشي تقبتها من الوسط من الوسط ومن الجناب ديالها، فغادي نسد ليها حتى الجناب مزيان بالفرشيط باش ما تحلش ليا في وسط الفران، ونصدقوا شي ما درناه. فلهذا غادي نكملها كامله ونرجع معكم. فكما كتشوفوا اصدقائي، من بعد ما يعني زينت الفطيره ديالي غادي ندخلها الفران، من بعد ما نخرجها غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي في الكومنتير الراي ديالكم فيها. والان اصدقائي غادي نخليكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. وما تنساوش تدعموني باشتراكاتكم ولايك، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه اصدقائي.